فجأة راجعين شو هالدنيا الغريبة مش فهمان التركيبة شيل وحط ركود ونط وصبت إذا فيك تصبت لا بتهش ولا بتنش بروقها بتضل تخبط ازيك يا معلم؟ اطلب لنا شاي لو سمحت. ايه الشاي ده خد للبهوان. حاضر يا معلم. يا صلاة النبي احسن. اهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هو في ايه في الحارة يا ابني؟ الناس مالها فرحانة كده. مزعل استنكرك من السفر. هو كان فين؟ كان في الخليج عقبال عمالتك. صباح الفل. مين هو ده سمير سمكري؟ ده سعيد سمكري نص كل كده ما تاخدش بالك. اشرب اشرب. السلام عليكم. عارفين يا شباب
أنا عشت أحلى سنين عمري في المنطقة دي، عايش فيها من وأنا صغير. والله طبعاً. إيش كنت صغير مثلنا؟ ما يعني لازم نبطل بكبير فجأة كده؟ ترى كنت صغير، بعد أكبر شوي شوي. طبعا اعرفك ما اعرفكش ازاي، انا عزم منصور. انت مش فاهمني؟ انت مش كنت بتيجي تصلح العربيه القرده بتاعت ابويا الله يرحمه عندنا تحت البيت؟ اهلا عزم حبيب اهل. ايوه حبيبي، ازيك يا عزم؟ مشكور. طبعا طبعا. السلام عليكم. اتفضل يا هشام. جميل الدهوات دول. اهلا سعيد يا اهلا. رفقاتي من الشام. اهلا استاذ فريد والاستاذ سوق علم صعيد. احلى شباب. اهلا بس منورنا. انا كنت بالخليج برضه. بالخليج. انا كنت بالخليج. اهلا بيك. اهلا وسهلا. منورين والله. جايب هدايا معاك كتير. الحمد لله. لازم اهل الحاره هنا. لقيته بنفس الوقت انت وياه. انا وهو بس انا جايب غير هدايا، هو جايب هدايا. انا جايب احلى هديتين معايا. الله يسلمك. انت وشكرا. انت السعوديه؟ طبعا. لا كان في الخليج. الخليج الخليج. الخليج بصحتك. افهم عليه شو يعني يعني مع بوابير؟ لك لا بلاليه ما بلاليه تنظيف مجاري. لا شغلتنا يا جماعه. لا 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 سمكاني سيارات. السياره لما تلعس تعمل حادث يعني. أيوة. هو بيصلحها بيظبط حداد يعني. بيعدلها. هاي اذا كانت مقصوصه حداد. لو مقلوبه بيعدلها. لو مقلوبه بيعدلها. لو مقلوبه كده بيعدلها كده. لو مقلوبه بيعدلها. ايوه ايوه. صلح الصاج بتاعها. حداد يعني. امال حضرتك بتشتغل ايه يا عم عزمي؟ لا الحمد لله في سوريا حالي متكسر قوي. انا دلوقتي امتلك هناك اوتيل 9 نجوم. الله اكبر. وماشي في العشرة. الله اكبر. بالمناسبة كمان في عنده بقلب الاوتيل هذا مسبح كبير مربي فيه تماسيح بيطيروا. تماسيح بيطيروا. ده هناك في الخليج برضه في تماسيح بتطير. على فكرة يا سعيد انا يمكن احتاج حاجة في الاوتيل تمسك الجراج عشان العربية عم تتحسن. ابعت لك صبي من الصبيان. لا انت ماشي. انت بلاش. لا تحت امرك يا عم. ابعت لك في اوتيل 9-10 نجوم. مش تبعت لي صبي. لا 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 انا اجي بنفسي. لا طبعا. انت تؤمر يا عم عزمي. خلاص. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. كش كش. سيبك. اهلا وسهلا. بس في ايه؟ بتشتغلوا حمام ولا دبان؟ بس عن كشة قصدي على شو اسمه الحمام. مش احسن التماسيح اللي بتطير؟ لك حاجه؟ ليه بتقول يا حلم؟ هذا كابوس. كابوس يا سميره كابوس. يا استاذ طيب كيف كنت انتقل بالعشاء؟ ماني متعشي بنوب. طيب عن شو بيحكي هذا الحلم؟ لا لا يلا لك ملك كابوس ولك كابوس. عفوا استاذ عفوا مثل ما بدك. عن شو بيحكي هذا الكابوس؟ قال انا هيك واقف فجاه قدام ابو الهول وازبي هيك بيفتح تمه. واكلك؟ اكلني. ولك تاكلك اكلي ان شاء الله. تاكلك حيب 7 روس على اكلي. لا مو اكلي. ما شفت لك اياه الا فتحت امه هذيك الفتحه ونفخ نفخ يا سميره. الله نفخ نفخه قويه جدا طيرني. يا لطيف لوين طيرك؟ ما اعرفش. طرت شويه فوق البحر وشويه فوق الصحراء وشويه فوق البر. طرت. وسالت عن تفسيره؟ لك شو سالنا اسال انت الثانيه؟ لا ما سالت واضحه مبينه. راح طير راح طير عن هذا الكرسي يا سميرة. راح ارجع على الشام. لا ايوه ابعيد الشر. شو هالحكي؟ ما بعرف ما بعرف. قلبي نائزني كثير نائزني قلبي. خلص خلص ولا يهمك. ان شاء الله ما بصير غير الخير. انا رايح اجيب لك كاسة عصير تروق دمك.
اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه استاذ سعيد. مين عم حسن؟ عرفتك من صوتك. وانا عرفتك من قرعتك. يا حبيب قلبي ازاي حسن؟ الحمد لله على السلامه. ازيك يا حسن؟ ايه ده معقول؟ اه حسني منصور. اه شوف شوف ازاي شايفين يا اولاد؟ يا سلام. اهو بقى حسن ده اعز صديق ليا في المنطقه. معانا سمكري لا لا مش سمكري لا حاجه تانية. ازيك يا حسن؟ وحشتني. هاكل خلاص. روح يا سعيد وانا هبقى ابعت لك في الاوتيل. يلا. لا هيجيبوا لي كرسي. لا لا خلاص روح انت روح دلوقتي. يلا والله ليك وحش. انا قاعد معاكم والله ليك وحش يا حسون. يا كرسي هات كرسي. كرسي انت ناوي تتغدى معانا ولا ايه؟ هو كده بس. اهلا وسهلا. شكرا شكرا. اه سعيد. اه يا سيد. اه ده استاذ سعيد. اه الحمد لله على السلامه. ازيك يا عم حازم؟ الله يخليك. عم حازم اهو. اه يا كان في سوريا. ايوه. وانت كنت فين؟ في الخليج. اهلا منورين. الله يسلمك. اهلا وسهلا. هات شاي. الله يرحمك يا صفوت. الله يرحم الجميع. الله يا اخي انا ما عارف. كان راجل طيب. قول لي عدوي ما تعرفش اهل الراجل ده ولا حتى نسيب؟ والله يا عمده عمره ما حد زاره. باين عليه كان مقطوع من سيجاره. انا يا اخي اتصلت بالدنيا كلها العمد القريبين مني والبعاد عشان وقلت لهم على اسمه ومحدش عارف عنه حاجه. يا ابوي ولا لي نسيب ولا قريب. فعلا مقطوع من شجره. اتفضل يا عدوي اتفضل. بعدي واقع على بوزه. لا لا انا هحكي لكم على حكايه تموت من الضحك. يا موتنا من الضحك. شوف حاجه ثانيه. لا انا هشوف حاجه ثالثه. مره واحنا في الطابور انا وحصول صور. لا انا كنت صور لسه ما طلعتش نور. ايه كمل كمل. واحنا في عز الطابور وبيطلب مني ايه بقى؟ انا عاوز شاي على فكره. اي والله. الله يخليك. عينيا حاضر. ولا نزل طقم شاي هنا لصديقي واعز صديق. مظبوط لو سمحت. موجود يا عم حسن. احنا كنا بنقول ايه؟ كنت بتكلم على الفرح. بابا يا بابا. طب ثانيه واحده اذنكم لما اخذ اكلم بناتي واجي. اتفضل اتفضل. اه جيلك بقى حكايه تانيه بقى. جميله قوي قوي قوي. غير اللي وقع على بوزه. لا غيرها بقى دي خالص. وقع على مناخيره. انت عارفها. خير لا مؤاخذه يا جماعه. كمل لنا شو صار معاه. احنا كنا بنقول ايه؟ كنا بنتكلم على فرح بقى. كملوا الفرح. راجعين راجعين. الشاي يا جماعه. الشاي الشاي جاي. خليهم ثلاثه بس. اعوذ بالله. حاضر. ايه وين رايحين؟ مرحبا كيكس. كيفك؟ بابا فين؟ بابا فين؟ على البلكون عم يعمل ايه؟ على فكره حبيته لابوك كثير. هيك مثل حكايتك سبتيك ونعوم يعني ظريف. وشو اسمه؟ ايه كل من عليها فان. الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن اليه. خد الشر وراح. اه بقول لك ايه يا عمدي؟ اتفضل يا زناتي. كان بيني وبين المرحوم اتفاق يعني عشان قتل اخويا انه هيديني ديته. ديته؟ ايوه ديه القتيل. طيب يديك ايه يعني اذا كان هو مات؟ خلاص يبقى انا اخد ورثه. تاخد ورثه؟ ليه من بقيت؟ اهله انت يعني ولا نعم. ما هو لازم الديه تدفع. اقول لك على حاجه. قول يا زناتي. انت بتفهم في الاصول برضه يا عمدي. عداك العيب. بقول ايه يعني؟ يعني ميراث ايه؟ نكسوه انا وانت بالنص. انا 70% وانت 30%. 30%؟ بتعرف انت كويس في الحساب. 30% ايه يا راجل انت؟ انت عايزني ابيع ضميري؟ افرض طلع حد من سلساله، اخوه ود عمه، متجوز من زمان وطلع له ولد، اعمل ايه انا؟ اطلع حرامي؟ يرضى ربنا؟ يعني ايه؟ يعني انا مش هاخد الورث ليه؟ اه والله انت حر. حر؟ كده يا عمده؟ يبقى خلاص جنت على نفسها براقش. ايوه انا بقى هاخد طار اخوي وتغور الفلوس تغور في 60 داهية. ايه براقش دي؟ مين براقش دي يا ولد؟ يا سلام
يا سلام ساعت ما عدى السلام عليكم انا شافني جاي لا والله بس حمايه يعني مشان صار معكم شيء مش انت من وراكم ايش بهم ممثل سوري حياة الله يا شو بانه مسلسل طالع زهرة بس عم باخو انت ايش ما انت كمان على فكره بتشبه ممثل انا على انا مش ممثل مين سوري شغال بمصر هندي كوريا مش طب يلا يا عم خالص قاعد تحترق انت بتحط معسل من معاك ولا ايه لكن ان شاء الله ما يبلى التركوازي التركوازي والزهري وعلى فكره ليكي انا شو بدي شو بكون لك وين انا بدي والله حبي ناكل احنا بس المدعبلي احلى منا وانا حبيتك انتوا بتعشوا ولا تحتاجوا ولا ايه صوت رعد زلزال واخبار المنطقه ايه حسن لا اختلفت عن زمان خالص حصول يا سلام ايه حصول حصول ما بلاش هي على بوقك على طول حصول اقول ايه عزمي يا اخي ماشي مش حصول ماشي يا عزمي انا عندي بنتين بخاف انزلهم الشارع من معاكسه الشباب فيهم يا ساتر طبعا يا ساتر الشباب بيعاكس اي حد دلوقتي لا 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 اعوذ بالله طب انا معايا شابين ما شاء الله عليهم تبارك الله اللي انا جايبهم معايا من الشام دول الصبح وفريد ايه الادب ده اوادم اوادم مهذبين مؤدبين طب اقول لك حاجه نعم لو شافوا بنت جايه من اخر الشارع يروحوا راكبين عليهم في الارض لغايه ما البنت تعدي يبتدوا يطلعوا يشوفوا يا عمي احنا هنقول ايه يا ابني مش قله ادب ده وما لهمش اي صوت صوتهم عادي ما تسمع لهمش صوت ولا ما تقعدوا لما تقعدوا قاعدين على طول حركوه لا مؤدبين 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 هم كلهم كده في سوريا؟ كل الشباب ناس محترمين ما شاء الله إيه؟ في الخليج كمان مفيش اي معاكسه طبعا الخليج ايه يا بهوان انا قلت لكم تعالوا اقعدوا هنا من الصبح يلا قوموا تشرفونا هنا اتفضلوا حاضر يلا يا بهوان ناخد الشاي معانا جبنا لك الشاي لحد عندك ماشي يا معلم اتفضلوا نفتح الترابيزه للبهوان اتفضلوا عم نفلح فلاحة بهالشغل ما قلت لي امي اصحابين الشغل لساتهم مبسوطين منكم والله ما قلت لك انا ليه لا شو تركنا يو ليش قبلتهم يعني متمسخر على العالم وعلى الاجانب ونحن مالنا هيك لك امي يو شو الحكي هذا لك مو انت ربيتيني عم حبيت الاخرين لك لك امي لك العمى ما قلت ذوقهم اسمعي لك حتى صبحي على فكره وقف هيك قال له نحن ما بنتمسخر على حدا ما بنتمسخر على العالم نحن مو هيك مربيين برافو على دين ربه هذا الكلام الصح هي اول مره بيحكي كلمه لك يا امي سمعها مني بالاول لك فهمان فهمان ان شاء الله بتقبر طولي فهمان الله يخلينا اياك يا امي الله يخلينا اياك ليش بتحمم لك امي لك انت تحممت ليش لك امي لك مو شبعت انا قبل شوي تعمى ان شاء الله تعال تعال بس لا لا حاجه يلا عم ناكل تعرف شو؟ شو؟ حزين عجزت وصيت لك خارق على الموبايل بحياة ربك يا بني ربك يا عمي يا بني ربك يا عمي يا بني ربك ان شاء الله يا رب يكون في كاميرا بس فول اوبشن فول اوبشن في كاميرا؟ في كاميرا بلوتوث وفي بلوتوث وطاطش وطاطش يا بني الله طبقشن طبقشن يا بني الله يا بني الله يا بني ربك يا عمي يا بني ربك يا عمي يا بني ربك يا عمي اي والله وينك يا امي؟ شو صار معك يا تقبرني؟ لك اي صار لك يومين؟ الله طولي بالك لسه يوم وبيحكي معك وبتروحي وبتشوفي اشتقت له
مصر يا عزمي. انا عارف ان انا نورت مصر. فاكر يا صول عزمي؟ يا صول صول بيهزر بيهزر ما تهزرش معايا يا حسن. طب فاكر لما كنت انا قائد عليك في الدفعه؟ كانت ايام سودة ربنا ما يعيدها. لا سودة ايه ده كان مسخره الدفعه. ليش انت شو كانت رتبتك؟ انا انا كنت ضابط مجند. مجند؟ لا انا بقى ليش المجند علامة من اللواء. لواء ايه؟ مين ده اللي لواء؟ عزمي. عزمي اللواء عزمي. عزمي مين؟ عزمي وكان عزمي ده لو كان حط الرتب بتوع اللواء على كتفه كانت خدته ووقعت الارض. يوه مسخره مسخره يا اخي كده. لك شلون الجرس حاطينه هيك بالسقف والله حلو. خير شو بدك؟ سرلوي هون؟ لا مو هون. وينه؟ يو رفيقه ما بتعرف وينه؟ لا والله ما عندي علم بنوب نوب وينه. سلامة معرفتك هو بالسجن. بالسجن؟ ايه بالسجن. ايوه ليش شو عامل؟ يوم اللي كنتوا عنده طلع بالليل وما رجع لقطوه هو عم يسرق بالغوطة؟ الله لا يوفقه بجاه النبي. لك شو؟ لك قلت له شو بدك بهالشغلة؟ تعال اشتغل معنا احسن لك من هالرزق اللي مو حلال. هاي عرفت وين وصل نوه. بدك شي تاني؟ بدي روح خبر زعيم. بدي روح زوره. لا اليوم ما فيك، خلصت الزيارات، روح بكرة. طيب انت يعني بدك شي؟ لا هذا الحق علي، انا الحق علي. ليش هيك يا ربي؟ ليش خليتني أقسى عليه؟ ليش؟ والله كان بيحبني وأنا بدي رجالي وقف جنبي. يا ربي والله تعبت لحالي، تعبت. روح بقول لكم كم مسخرة. بس بقى يا حسن بقى حضرت اللواء والله عليك مبسوط كده يا حسن؟ مبسوط كده العيال دي كانت بتحترمني. في عندك شيء قصة تانية؟ بس بقى بلا قصة بلا بتاع بس خلاص خلاص عيب. خلينا ناخد قصة خلاص عيب عيب بس ولد خلاص سكوت. يعني لواء يا حمار. لواء يا حمار مبسوط انت يا حسن كده؟ طب احكي لنا انت شي شغلي عليه. طب هحكي لكم حكايه على حسن ده. يا عم اسكت بقى خلاص بلاش فضايح ولا اقول المجنة. لا بلاش أقول. لا بلاش. بحق يا حسن ما تنساش تديني نسخه المفتاح بتاع بيتي لحسن. النسخه بتاعتي ضاعت. طب قبل ما تمشوا احضر لكم لقمه كده تاكلوها العشاء. يا ريت اجيب لكم المفتاح. عارف يا سياده اللي مش بقول لكم نتن ليش كاسه مي ما شربنا كاسه شاي ما شربنا. واضح يقول لك اجيب لكم لقمه. باين بغار منك. ايوه طبعا هو لانه مو كان مجند وانت صول. لوا لوا يا حمار صول. بدي اسألك سؤال. تفضل اسألي. انت ما لاحظت انه في شيء متغير فيني امبارح؟ شيء زي ايه؟ والله ما بعرف، انت قلي. انا الحقيقة ما خدتش بالي. مش فاكر. يعني يمكن كان وشك فيه حاجة، شعرك فيه حاجة، مش يعني فاكر. يعني مثل شو عزمي؟ على العموم انا مش عاوزك تخافي ولا تتخضي ولا تتصار. ايوه
الأمراض اللي عندك والتشوهات دي علاجها بسيط ودواها مش غالي. تشوهات؟ الله ما يوفقك يا عزمي. والله اشتقت لك يا عزمي. يا ترى شو بتكون عم تعمل هلا؟ يبعت لي حمى يا علي على المصيبة اللي انت فيها. ايوه سعاده الباشا، لا خبر مش ظريف يا سعاده الباشا. في واحد عندنا راجل مهم عنده يجي 50 فدان وعنده يجي 200 راس غنم ومواشي وعنده عزبة كبيرة يا سعادة الباشا، مات النهاردة وما نعرفلوش حد ولا نسايب ولا قرايب ولا حاجة. يا سعادة الباشا لا يا سعادة الباشا، أنا بس كنت سمعت هو اسمه إيه، اسمه صفوة منصور. أيوة يا سعادة الباشا صفوة منصور. بتكتب يا سعادة الباشا؟ أنا سمعت إنه ليه قرايب في سوريا، لي أخ بالذات يعني. أنا كنت سمعت الكلام ده من بعيد يعني. والنبي يا سعادة الباشا الورث كبير وفي ناس طمعانة فيه عاوزة تاكله. باشا سعادة الباشا أشكرك يا سعادة الباشا، تفضل يا سعادة الباشا. سلام عليكم. الله يرحمك. وتأخر ليه؟ تفضل يا سيدي. حسونة المفتاح أهو. يسلم إليك يا حبيبي. طبعا يا حسن انتوا كنتوا واخدين بالكم الشقه؟ ايه اللي واخدين بال؟ انا البنات بتوعي كانوا كل يوم يمسحوها وينظفوها، هتروح هتلاقيها فل. الله يسعدك. الله يخليك وما يحرمنيش منك ابدا. ربنا يخليك. طيب ده المفتاح يا حسن، فين بقى اللقمه؟ مش عاوزين تاكلوا يا اولاد؟ يا ريت. شرفوا على الجبل، انزل هذا المحل والله يا شباب. فضل خالص، فضل محل والله. شوف يا شباب، انت شلت هالتر معهم. جميل، اهدى ابو جميل. على شو بدي اهدى؟ على شو بدي اهدى؟ بعد شهر قوم ساوي الشاي، ساوي الشاي. ما في شهر الا بعد شهر. خلاص خلاص خليناك. خلاص خلاص خلاص. ازيك يا ابو جميل؟ وجميل ازيو؟ خلاص جدع، انت هذا زيو جميل. ليش قاعد تحكي معه بالزلمه؟ كتم يا انت كتم. طول بالك خال، طول بالك، كل شيء بيصير. انت يا ابو جميل عايز ايه؟ لحلك لحلك. طول بالك طول بالك طول. بس انا يعني شو الموضوع؟ هلا بتعرف الموضوع؟ لا لا ما بعرف الموضوع. والله طول بالك، والله القصه مو مستاهله، بسيطه القصه. الله يخلينا اياك يا اخي. انت اخذ مني 250,000 مظبوط؟ مظبوط. بتحطني فوق 250، قديش بصيروا؟ اسمع على القصة. يصيروا 100. شو شو؟ 500,000. لا 500. بدي 500,000. لا ما قطع علينا خالي 500، يعني 500 كيلو. طول بالك خالي. طول بالك، طول بالك. بس انا هي بدي اياها. ما بدك خالي. ايوه بينا. خلينا ندعم. هو قصده بس يعني انه ولا عرف. لا بس ولا عرف. 500,000 فرنك. شو بياخذ ابنك 20,000 قطرو؟ شو ضرب على ابني؟ لو عم تتمسخروا على ابني؟ هو بيشتغل ايه لما كل شيء لك تتمسخروا على ابني جنبها؟ طيب بيشتغل ايه عشان ياخذ 20,000 في الساعه يعني؟ بيشتغل ايه؟ دكتور؟ والله والله انا خليني اروح اسوي شاي. في شاي في شاي. شوف بركي بتلاقي بحبش له. انا خال ديم بعد اذنك ما تباخذ. انا عاوز اسالك سؤال يا ابو جميل. ايه يعني هو جميل ابنك حد اعتدى عليه؟ ما نعرف. معقولة بسبب راح فريد؟ معقولة أنا اللي طفشته؟ بس هدول مصاري جميل. يا ربي أنا بين نارين، بين أختي وبين ابني. يا ربي تحمي جميل تحمي فريد ما هو يارب. لك شو قصتك انت؟ بتأكد انه هذا بيته؟ طبعا ده بيتي، حد يتوه عن بيته. لك حاجة سلبة بقى، صرت مطلع لنا 4-5 بنايات طالعين ناقلين، طالعين ناقلين وما كنت استدل على البيت. نازلين ناقلين يا شباب. بجربكم فش حاجة. يلا يا زلمة والله روحنا. المفتاح اهو. السنة اللي فوق. السنة اللي فوق. 20 سنة. اهو نحن فوق.
حكيتني عرفتيني يعني؟ ايه عرفتك. ايه شو بدك خير؟ هاتي لنشوف. انا شو بدي ولا انت شو بدك؟ ايه صحيح والله انا شو بدي. شو كان بدي؟ والله نسيت بس. خلصني فريد شو بك؟ يعني بتعرف انا ما بيهون علي وقف هيك والعالم تشوفني، يعني بتعرفني بنت شريفة. مزبوط. بس هلا يعني يلا خلصني بقى. ايه بس شو كنت بدي؟ والله نسيت شو. طيب سلام. لا تعي تعي لك تعي. هلا تذكرت انا. معجب. معجب؟ وبشو معجب بالله؟ معجب بالشجر ولا بالجنينه يا بعدي؟ لا معجب فيكي. معجب فيني؟ لك كولا اخي وراك مع الساطور بده يصل لك رقبتك، عم تفهم؟ تعال الا لك يا ناس، لك يا عالم. حول حول لا يقيمة. اكيد راح وما بقى بده يرجع. بكره بيحب له شي وحده مصريه. لك ايه والله، معقول بكره يحب ليلى علوي وينساني؟ يا على حظي انا. صباح الخير صباح الخير. هاتي يا بنتي هاتي. يلا روح انت بقى صح اختك عشان تفطر. يلا. ايه ده عزمي؟ عزمي اصحى. امال فتحت لي ازاي؟ انا مش فايق. اصحى. ايه ده؟ انا في انت في بيتك.
اوه رجيتي ازاي؟ على رجليك، اصحى بقى وكل. يلا صح صح صح، يلا صح الاولاد دول. يلا يا ابني نايمين، اصحى يا ابني. فريد صبحي، وحد بيعذبه؟ الفطور، اصحى الفطور. يا اخويا فين؟ الحق الاول كلك لقمه قبل الزغابه دول، وبعدين هنتكلم بعدين بعد ما تفطر. معناتها تفضل تك اليوم شيخ بلبن. الله معك، مع السلامة. دايما بكونوا عندي. مرحبا أخي. أهلين أختي، خير شبكي؟ أنا الآن الآن كثير على فريد. يروقي أختي روقي، يا دوب حلوا يصلوا. أوف لهالدرجة؟ لك أختي أنت مفكرة مصر قريبة؟ هالقليلة بدهم يومين بالباص. طيب أنا الآن كثير، شو بعمل؟ هلا بدق الانتصار، أكيد عزمي بيكون حاكي معها، باخذ منها الرقم وبنحكي معه. يا الله يوفقك. ايه اتصل. خلص اختي، بس انت روقي وتيسر على البيت. الله معي. رايحه رايحه بس روق. يا ريت يا ريت لك اخي، بس انا اسمع صوت فريد بروق، بس ما بدي غير هيك، ما بدي غير هيك. يا على البلوي، والله ما صار له شيء لاكل اصابعي ندم كل عمري وحياتي. الله يردكم بالسلامه. يا عزمي هم ايه؟ انت بتاكلهمش؟ مسحوا الترابيزه اللهم صل على النبي. لا هم على طول مستعجلين، ما يحبوش يتفرجوا على الاكل، يخلصوا عليه. سيبك بقى منهم. قول لي اخويا فين؟ اخوك عزمي ساب الحته بقى له 10 سنين ومسافر الصعيد. صعيد؟ ليه؟ راح يعمل ايه في الصعيد؟ بيقولوا ان هو بقى راجل غني هناك، عنده يجي 50 فدان وبهايم كتير، بقى راجل غني ومتيسر. انت متاكد من الكلام ده؟ انا سمعت كده، هما بيقولوا، انا ما شفتش. يعني اخويا انا بقى غني؟ اه سمعتوا يا شباب، اخويا بقى غني. اخويا غني، اخويا غني. مبروك مبروك ان شاء الله. الله مبروك. الله يوفقك. الله يخلينا ياك يا سيدي. الله يخليك. بس في مجال شغلنا عنده ان شاء الله؟ طبعا، وانا حسيبكم لازم تشتغلوا عنده. المهم انت عارف هو في اي حته في الصعيد انا لازم اسافر له؟ بيقولوا في حته كده في سوهاج اسمها كفر البطن. كفر البطن. طب يلا يا شباب يلا نسافر. طب اقوم اسبقكم انا بقى على القهوه، تشطفوا وشكم وتقولي على القهوه نشرب الشاي. ماشي ماشي يا حسن. يلا هتروحوا كده ولا هتظبطوا نفسكم ولا كيفكم؟ لا خلاص يلا. مش ناقصكم حاجه؟ لا 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 خالص خالص. تخلصوا البطن. يلا خلاص. شو خلاص؟ يعني خلاص تركونا، خلاص خلينا لحالنا يعني. ما نحن اللي خليناهم يتركونا. بالله شو؟ وهن فورا بيملوا؟ طيب هلا شو؟ ولا شيء، هن راحوا يشوفوا حياتهم ونحن رح نشوف حياتنا. أنا شخصيا حبيبتي ما بنطر حدا بنوب. ما بدي. سلام عليكم يا عمال. بقولك ايه، لما ربنا يرزقك في الصعيد بقرشين حلوين كده اوعى تنسانا يا حصول. لا شو صحي صحي كلامي يا حسن. اشوف وشك بخير. يلا اركب شركه. ايه شركه؟ اتفضل يا زياده الفول. معقول اللي هو عزمي ينسى حد؟ اتفضل يا زياده الفول. شركه يا فول. اتفضل يا عم الفول. فول. سبحان الله، يدي الحلقة للي بلا ودان. ايه على راسي كريم بتنجان. ايه مع السلامة. اهلين وسهلين. يا لطيف شو انك من حلال. هلا كنت عم دق لك قبل ما يحكي معي الزبون، ما رديتي علي، معناتها كنت جاي لعندي. خير ابو جميل؟ شو في؟ اختي ام فريد كثير قلقانة على فريد. عزبي حكى معك شيء؟ لا والله، يطلع على قبري ما حكى، وقلبي مثل النار عليه. بتعرفي رقمه؟ لا. طيب رقم اخوه؟ لا، بس انا لو كنت عايزه يعني اتكلم مع حد في مصر ادق 002. حظ معقد.
ضيعنا من العمر سنين صرنا حكاية كل الناس صايعين وضايعين صايعين وضايعين.